السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد وموضوع جديد. غادي نهضر لكم على المدرب المنتخب المغربي وليد الركراني. إذا ما هو الجديد؟ حاليا اكتشفت واحد الموقع خبر رسمية بأنه إلغاء توقيف المدرب وليد الركراني، إلغاء العقوبة على المدرب المنتخب المغربي وليد الركراني. لعليكم هو تبعت الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. الفيديو اللي داز قلنا بأنه ضروري وليد الركراني غادي يكون في المباراة ديال الثوم النهائي بين المغرب وجنوب افريقيا. إذا حنا عندنا ثقة خاص في الجامعة كرة القدم المغربية، عندنا رئيس الجامعة فوزي القجع، كما قعدتي هانتوما خوتي ديما الراية المغربية والفوز من جديد على الأعداء ديال الوطن وعلى الأعداء ديال المنتخب المغربي. غادي نكتشف لكم التفاصيل، ما هو السبب توقيف مدرب وليد الركراني وعلاش الغاو العقوبة وليد الركراني غادي يحضر من جديد في المباراة ديال الثوم النهائي امام جنوب افريقيا. اذا اش غادي نقول لكم، غادي نكتشف لكم جميع التفاصيل، استمروا معنا وتبعوا معنا باش نكتشف لكم ما هو السبب توقيف والغاء العقوبة وليد الركراني غادي يحضر من جديد. مبروك علينا، الف 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 مبروك للمغاربة من طنجة الى الكوري العزيزة. كانت واحد التخوف خطيرة جدا على المغاربة، وليد الركراني توقيف خاص أربعة المباراة. الكاف قال بأنه توقيف المدرب وليد الركراني أربعة المباراة. من بعد جميع كرة القدم المغربية دخلت قالوا بأنه وليد الركراني راه ما درت شي حاجة. ما هو السبب؟ سبب الشكاية خاص ديال الكونغو الديمقراطي، قدموا الشكاية باش يقضي على المدرب ديالنا. اذا راكم عارفين الاعداء ديال الوطن، راكم عارفين المدرب وليد الركراني رودو، اي فريق لعب معاه رودو، راه شفتوا كيفاش دار اسبانيا رودو، شفتوا كيفاش دار البرتغال رودو، كندا، كرواتيا، بلجيكا، كلهم دار لهم رودو. اذا هاد الفرق ديال افريقيا كلهم خايفين من المدرب وليد الركراني، خايفين باش يدير لهم الروتو. اذا اشنو هو الروتو؟ ينتصر عليهم ويفوز عليهم ويقضي عليهم، حيت حنا عندنا جامعة كرة القدم المغربية في المستوى وعندنا الرئيس فوزي القجع دائما يحل بحال هذه المشاكل. اذا مبروك، الف الف مبروك للمغاربة. اذا حاليا رسميا وليد الركراني غادي يحضر خاص في المباراة ديال الثوم النهائي مع المنتخب المغربي. اذا مبروك عليكم، صراحه فرحت بزاف بهذا القرار ديال الكاف بانه الغاء العقوبه، الغاء توقيف المدرب وليد الركراني. اذا بالنسبه للعقوبه ما غاديش يخلص ليا الكاف، علم بانه وليد الركراني المدرب المنتخب المغربي غادي يحضر في المباراه ديال جنوب افريقيا ان شاء الله بحول الله، الربع النهائي ان شاء الله والنصف النهائي والنهائي وفوز باللقب ان شاء الله بحول الله. هادشي كنتمنوا ان شاء الله بحول الله، والحلم ديال المغاربه الفوز بهذا اللقب ان شاء الله بحول الله. وهذه فرصتنا اقصاء الجزائر اقصاء تونس. اذا هذه الفرق ديال الجزائر والتونس دائما نعانيو معاهم في الربع، شفتوا كاس العرب بعد المشاكل خاصه بين المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي. اذا فرصه ديال المنتخب المغربي تتويج بهذا اللقب ديال الامم افريقيا. تونس تقصات، الجزائر تقصات، اذا مصر حتى هي ربما حدها الربع النهائي ولا النصف النهائي. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمنوا، وهذه فرصه ديال المنتخب المغربي تسويش بهذا اللقب ديال الامم افريقيا. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، وفي نفس الوقت كما قلنا كيكون الاعداء. اذا الى شفتوا اللقطه خاص بعد النهايه ديال المباراه، صفر الحكم بين المنتخب المغربي والكونغو الديمقراطي، الحكم صفر تاع المباراه، اشنو دار وليد الركراني؟ جا باش يناقش مع هذاك اللاعب ديال الكونغو الديمقراطي. من بعد وقعت واحد الحادث، اذا الحادث بسيط جدا، تجمعوا اللاعبين مالكم اش واقع هنا وهنا بحال هادشي. اذا من بعد اش غادي نقول لكم،
الجامعه المغربيه ما عشان نقول لكم من بعد فات يومين ولا ثلاثه ايام اكتشفنا بانه كاف كتب بانه توقيف المدرب المنتخب المغربي اربعه المباريات، اذا انتم النهائي الربع النهائي والنصف النهائي والنهائي، اذا ما غاديش يحضر كاع نهائيا في امم افريقيا. اذا الاعداء ديال كره القدم المغربيه باش نكونوا واقعين بعد الاعداء باش اذا كما قلنا هذا المدرب خايفين منه كاع افريقيا كلهم المنتخبات الافريقيه كلهم خايفين من المنتخب المغربي. اذا المنتخب المغربي كيكون معاه وليد الركراكي ما كاين غير روتو، ما كاين الفوز ان شاء الله. اذا شفتوا كيفاش دار وليد الركراكي في كاس العالم، اللهم بارك، وصل المنتخب نصف النهائي ديال كاس العالم. لو كان ماشي الظلم ديال التحكيم، لو كان فزنا بكاس العالم ولعبنا مع ارجنتين، اذا ارجنتين ماشي فريق قوي انتصرت عليهم السعوديه وكان افضل خاص المنتخب المغربي خاص في كاس العالم، ولكن الظلم ديال التحكيم وفي نفس الوقت بعد التكتيك كانت شويه وفي نفس الوقت الحظ ما كانش معنا. بالنسبه للمدرب وليد الركراكي دائما ينتصر ويفوز، عنده واحد التجربه كبيره وفي نفس الوقت راه المدرب هو كل شيء. اذا الفرقه ضروري المدرب، الا ما كان المدرب راه ما كاين والو، واخا تملك اللاعبين بالجوده ولكن خص يكون عندك مدرب. ملي كيكون عندك مدرب واعر واللاعبين في الجوده راه كتنتصر جميع المباريات وكتفوز جميع الالقاب. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير هادشي اللي غادي نقول لكم. ننتظروا المباراه ان شاء الله نهار الثلاث ان شاء الله بين جنوب افريقيا. اذا انا رايي فوز المغرب 3-1 2-1، اذا غادي نتهلو 100% مليون في المية غادي نقصيو جنوب افريقيا وان شاء الله الطريق ديالنا للربع النهائي ان شاء الله بحول الله. وفي نفس الوقت واحد الفرحه كبيره جدا ملي الغاء الكاف توقيف المدرب وطنجة البوري العزيزة، ونتمنى ان شاء الله يكون خير ودائما تسحقوا على الرئيس ديال الجامعة فوزي القجع، دائما هو يحل هذا المشكل. وفي نفس الوقت بحال هذه المشاكل دائما عند الجامعة في المستوى، وحنا تبارك الله هما الملوك ديال افريقيا. اذا نتمنى ان شاء الله بحول الله يكون خير هادشي اللي كنتمناه، ونتمنى التوفيق للمنتخب المغربي فوز على جنوب افريقيا، وان شاء الله علاش لا الفوز باللقب ان شاء الله بحول الله. ونتمنى دائما الكره المغربيه في المستوى. اذا اللهم بارك، حصلنا على نصف نهائي في كاس العالم وعندنا امم افريقيا 2025، اذا تتويج باللقب خاص في كوت ديفوار تولي عندنا جوج القاب، وتتويج خاص في المغرب تولي عندنا ثلاثه ديال الالقاب افضل من الجزائر اللي 2019 2019. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، وكاس العالم تنادي المغرب 2030 ان شاء الله بحول الله، وكره القدم المغربيه تطورت بواحد المستوى رائع جدا اللي بغينا حنا وكل شيء ديال الله سبحانه وتعالى. الا قلتها لشي واحد في 2016 2017 تقول لي بانه المنتخب المغربي راه غيوصل نصف النهائي ديال كاس العالم غادي يضحك عليك، الا قلت لهم بانه حنا غادي نضمنوا كاس العالم 2030 غادي يضحك عليك، الا قلتي لهم امم افريقيا غادي تنضموا المغرب خاصه 2025 غادي يضحك عليك، الا قلتي لهم المنتخب المغربي فاز باللقب في كوت ديفوار 2024 غادي يضحك عليك يقول لك صعبه جدا. وهادشي كله غيتحقق ان شاء الله بحول الله، ونتمنى ان شاء الله يكون خير. فرحت بزاف بهذا القرار ديال الكاف، شكرا للكاف اللي لغى العقوبه والرجوع وليد الركراكي للمنتخب المغربي من جديد. اذا قصف الاعداء ديال الوطن، وفي نفس الوقت حنا في صالحنا والاعداء ديال الوطن يبكيو عاوتاني على حساب الرجوع المدرب خاص وليد الركراكي الى المنتخب المغربي وتدريب المنتخب المغربي من جديد خاص في المباراه ديال الثمن النهائي والربع النهائي والنصف النهائي والنهائي ان شاء الله بحول الله. تحياتي أكادير المغرب.